السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله غادي ننزلوا وجبتي اليومين المتبقيين من ريجيم 3 ايام لانقاص الوزن، وكذلك بدون نشويات، بدون جلوتين، وبدون فواكه. فبالنسبه للوجبه ديال اليوم الثاني، وجبه الافطار، فكان فيها القته او الفقوس كما كنقولي بالمغربيه والمغاربية، ممكن تعوضوه بالخيار وممكن تعوضوه بالخس، يعني مهم أن تكون خضر طرية. بالنسبة للبيض فهنا استعملت حبتين من البيض مع نصف حزمة من البقدونس وفص واحد من الثوم إلى فصين من الثوم. ممكن تضيفوا لها الفلفل الحار المجفف والكمون والقليل من الملح. هذه كانت هي وجبة الإفطار، وممكن ترافقوها مع أي مشروب من بعد، أي نوع شاي بدون سكر. بالنسبة لوجبة الغداء، وكان فرق ما بين الفطور والغداء تقريبا 4 ساعات. كان فيه كفتة السردين دائما بدون أي زيت، يعني مشوية في الفران، ومعها القليل من اللوبيا الخضراء، وكذلك البصل الأحمر ممكن تستعملوا المخلل إذا كان عندكم، وحبة خيار إلى حب إلى نصف حبة، يعني على حسب القدره ديال او استطاعتكم في تناول الخضر. بالنسبه للافطار اليوم الثالث والاخير، ففيه 5 حبات من الجوز، حبه خيار، وبيضتين مع فلفل حار وكمون والقليل من الملح. بالنسبه للاطفال، مجرد ما كيشوفوكم انكم كتناولوا مثل هذه الوجبات فهما كذلك غادي يبغيو بحال هذه الوجبات. وهذا مثال، يعني حبة بيض واحدة مع نصف خيارة والقليل من الفلفل الأحمر الحلو و5 حبات من اللوز، وجبة إفطار متكاملة للأطفال. بالنسبة للمشروبات فممكن أنكم تناولوا أي نوع شاي اللي بغيتوا، ممكن يكون زعتر، ممكن يكون شاي أخضر، يعني أي نوع، المهم أنه ما يكون بدون أي محلي ولو يكون طبيعي أو عسل، ممنوع ممنوع، يعني خاصو يكون بدون أي محلي. بالنسبة لوجبة الغداء اليوم الثالث، فكانت فيها تونة منزلية أو أي سمك محضر منزليا، ومن الأحسن يكون منزلي، معها نصف بصل أحمر صغير، معها كذلك لوبيا خضراء مسلوقة أو مطهية نصف الطهي، إلا تمكنتوا أو قدرتوا أنكم تناولوها طرية فتكون أحسن، بعض الأعواد من الكرفس وكبار مخلل. كانت هذه الوجبة ديال الغداء، ودائما 4 ساعات فرق ما بين الفطور والغداء. كانت هذه هي تتمة الوجبات ل3 أيام للرجيم السحري بدون جلوتين، بدون نشويات، بدون سكريات، بدون فواكه، فقط بروتين وخضر خضراء وكذلك مكسرات. إن شاء الله نتقاسم معكم فيديو في المرة المقبلة باش نشرح لكم او نفسر لكم علاش هاد الصيام المتقطع مع هاد النوع من الاغذيه. نتمنى ان هاد فيديوهات او هاد الافكار تنال اعجابكم. نتلاقاو في فيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله.